نعم، تصادف دكتور بصراحة في العيادة يعني مثل هذا الطلب، إنه أبغى أصير مثل فلان ولا مثل فلانة، يجيكم طلبات بهذه الطريقة يعني المباشرة؟ أكيد مع انتشار وسائل الإعلام السوشيال ميديا الناس تأخذ المعلومة من أطرف وسيلة بدون التحقق منها. نعم صحيح، يجينا حالات ونرفضهم في العيادات، لأنه هنا دوري وأمانتي كطبيب، هل أقدر أعمل الشيء هذا؟ هل الشيء هذا لازم؟ هل المخاطر المتوقعة أقل كثير من الفوائد المرجوة؟ هنا دوري كطبيب أقيم الحالة. طيب ايش تردون عليهم يعني؟ وش الجواب الطبي اللي يكون في هذه الحالة؟ طبعا الجواب ما يكون بالمواجهة، ما يكون دائما بأنه لا هذا عبث هذا ترف، طبعا هذا دائما يدي نتيجة عكسية، لكن نحاول نشرح لهم بالمنطق أنه هذا شيء صعب الوصول له، النتائج صعب يعني تخيلها، الندبة الناس يقول أنا ما أبغى ندبة، ما احنا ما يعني أعيد الكلمة هذه وقلتها في برنامج سابق، احنا ما عندنا عصا سحرية تخفي الندبة، أو دكتور أبغى أحسن المنظر الفلاني للعضو الفلاني بس ترى ما أبي ندبة، لا في يعني من قواعد جراحة التجميل إحنا نستبدل الشكل بالندبة، الندبة قد نحسنها لدرجة معينة لكن ما في ندبة نقدر نخفيها بشكل مباشر. فمن هذا المنطلق نشرح للمراجعين إنه والله نعم في أشياء ممكن نعملها، في أشياء ترى صعب الوصول لها غير منطقية، والشيء اللي نقدر نعمله ترى فيه الأضرار الفلانية وفيه المخاطر الفلانية اللي ممكن تنجم عليه وبناء عليه تسوء الحالة.